جديد للصديق العزيز طارق قنديل بصحبه زميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق ومثلنا على صديقنا العزيز طارق قنديل. من جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن شوبير وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هو واحد من ابناء النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي قبل ما يكون عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويات. دوره مهم جدا معانا في البعثه في وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، استاذ طارق قنديل. في البدايه تحيات الكابتن شوبير. كابتن شوبير بيمس عليك. تحيات الكابتن شوبير للاستاذ طارق. صبح بيمس عليك كابتن شوبير. اعتقد مرحله مهمه جدا، عندنا مباراه صعبه جدا امام فريق باتشوكا، لكن خلينا ناخد الامور مرحله مرحله مرحله. تحياتي كابتن شوبير ومنور قناه الاهلي. الحمد لله يعني الامور ماشيه كويس هنا، المعنويات كلها مرتفعه الحمد لله. عايز اقول لحضرتك يعني لا صوت يعلو فوق صوت البطوله جوه الدوحه. الدوحه كل الناس مهتمين بالبطوله، ووجود الاهلي الحمد لله عامل رونق هنا مع الاخوه القطريين، فحاجه الحمد لله مبهجه ومشرفه. كل الامور ماشيه الحمد لله كويس جدا. كان في تدريب النهارده، في تدريب بكره ان شاء الله، وكل الاجواء كلها في استعداد الماتش. ومباراه النهارده كان الفريق كله كان بيتفرج عليها من الملعب، فالاستعداد ماشي كويس، وفي نفس الوقت الاجواء كلها في قطر اجواء جميله، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. داخل بعثه النادي الاهلي في خليه عمل، في كتيبه عمل دايما موجود مع الكابتن الخطيب، اعتقد بيعقد معكم جلسات. ايه اكتر حاجه بيفكر فيها الكابتن الخطيب خلال هذه المرحله من اجل طبعا تحقيق طموحات جماهير النادي الاهلي في هذه البطوله؟ زي اي بعثه بيكون متواجد فيها كابتن محمود الخطيب، بيكون كل همه ان كل واحد بيقوم بدوره في البعثه، وفي نفس الوقت ان الدنيا ماشيه بهدوء، وكل احتياجات الفريق من اول مدير الفني لكل اللعيبه اي احتياجات ليهم بتلبى فورا، وان كل واحد بيقوم بدوره المناوط بيه في اثناء البعثه. فهو ده الاجواء، وكالعاده النادي الاهلي في كل السفريات بتبقى كده يعني. وحرص الكابتن محمود طبعا انه يرأس البعثة رغم مرضه، لكن يعني الحمد لله وتولي رئاستها وتواجده على طول باستمرار في الفريق مع الفريق ومع كل افراد البعثة، دي كلها في حد ذاتها يعني مديها برضو أريحية، وبتبقى ليها نوع من الاطمئنان جامد جدا في وسط الفريق نفسه يعني. اعتقد استاذ طارق في تنسيق مع الجماهير للحضور المباراه، دور كبير جدا لرابطه النادي الاهلي هنا في قطر، في جماهير جايه من كل البلاد المحيطه بقطر. اعتقد النهارده الدور والتنسيق اللي بيتم من خلال حضرتك، من خلال يعني المسؤول النادي الاهلي مع الجماهير، من اجل يعني الظهور بالشكل اللي دايما يليق بالكره المصريه وبقيمه النادي الاهلي. هو من قبل ما نوصل قطر كان في ملفين يعني بيداروا من خلال معانا مع الرابطه المتواجده في قطر، والرابطه عامله شغل للامانه شغل هايل جدا 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 بقياده المستشار حسام، عاملين شغل اكثر من رائع. فتم التنسيق معاها، هم اللي بينسقوا موضوع التذاكر للجمهور المتواجد في قطر، وفي نفس الوقت ساعدونا جامد جدا في موضوع العضويات اللي بنعملها. اللي احنا متواجدين برضو في اسباير، في متواجدين هناك، جو جميل برضو معمول حلو قوي يعني، عامل روح كده جميله اهلاويه جوه الدوحه. العضويات مع الاستعداد الفريق مع وكل حد يعني كل ملف كده منفصل عن التاني، فانا بشيد بدور الرابطه في القصص دي كلها في حته التذاكر ومساعدتهم في تنسيق مواضيع العضويه للمصريين المقيمين في قطر. اخيرا استاذ طارق، على المستوى الشخصي كنت تفضل مواجهه بوتافوجو ام خلاص بقى امر واقع باتشوكا؟ كنت بتفضل مين من الفرقتين لمواجهه النادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله؟ يعني انا تعودت جينات النادي الاهلي ان كل مرحله وليها متطلباتها، وان ادام احنا الحمد لله دخلنا في حيز العالميه الحمد لله كاسم النادي الاهلي وكتواجده، المفترض دايما بنكون مستعدين لملاقات اي فريق. فان شاء الله تعدي على خير ويكون النادي الاهلي على منصات التتويج يا رب. بشكر حضرتك استاذ طارق. الف شكر يا سفر. كابتن شوبير كان كلام مهم جدا للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. قبل ما اختم مع حضرتك يا كابتن شوبير، عايز انقل لك تفاصيل الفريق غدا ان شاء الله، يعني تحضيرا للمباراه او اليومين اللي خلاص قبل المباراه ان شاء الله. الفريق هيتناول وجبه الافطار غدا في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3. طبعا هيكون هناك جلسه من مسؤولي الاتحاد الدولي الخاصه بهذه المباراه، جلسه التصوير، ثم هناك محاضره من مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في تمام الساعه 5، ثم
التحرك الى ملعب الارسال اللي هيؤدي الاهلي لتدريبه عليه غدا. هيكون التحرك في تمام الساعه 5 والنصف، ثم هيكون تدريب النادي الاهلي في تمام الساعه 6، ثم طبعا عقب انتهاء التدريب العوده الى مقر اقامه الفريق وتناول وجبه العشاء هيكون في تمام الساعه 9. اليوم الجمعه اللي هو اليوم الاخير قبل مواجهه فريق باتشوكا هيكون هناك اجتماع فني في تمام الساعه 10 والنصف صباحا، وهيكون ده اليوم اللي هيؤدي النادي الاهلي تدريبه على ملعب 974. هيسبقه طبعا المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر هيكون في تمام الساعه 5:15. طبعا التوقيتات اللي بقول لحضرتك عليها هي بتوقيتات بتوقيت الدوحه، 5:15 بتوقيت الدوحه، 4:15 بتوقيت القاهره، ثم تدريب الاهلي ان شاء الله الاخير والرئيسي على ملعب واستاد 974. ان شاء الله يا رب يا كابتن شوبير تكمل على خير، يا رب تكمل الفرحه ونكمل ان شاء الله اليوم 18 ونواجه ريال مدريد باذن الله. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، وتحياتي لكل الزملاء اللي موجودين معاك هناك. شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح.